في خسر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نتكلم اليوم عن بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام عن فضائله عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، الكلام يطول ويحتاج إلى مقام طويل. وهو صلى الله عليه وسلم إن لم نكن نتملى سيرته ونتأملها ونقرأها ونقرئها لأولادنا ونحفظهم إياها، فإنه دليل على ضعف المحبة حقيقة. فإن لم تكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أشهر من أي شيء، نعرف تفاصيل دقيقة. والصحابة رضي الله عنهم لم يقصروا في نقل هذا الموضوع، فمن حبهم له نقلوا كل شيء صغيرا وكبيرا، حتى يكادوا أن يعدوا الشعرات البيض في لحيته صلى الله عليه وسلم بالعدد، لم يتركوا شيئا أبدا. فقد نقلوا لنا كيف كان يمشي، حتى طريقة مشيته، كيف كان يجلس، كيف كان يتكلم، كيف كان يضحك، كيف كان ينام، كيف عندما مرض، وكيف عند وفاته، كيف كان يبكي من خشية الله، كيف كان يقرأ القرآن، كيف كان يصلي، كيف كان يتعامل مع الناس، كيف يتعامل مع المسلمين ومع اليهود ومع الكفار. دقائق حياته صلى الله عليه وسلم كلها لا يخفى علينا منها شيء، مثبتة موجودة، وهذا من فضل الله علينا. ومن فضل الله علينا أيضا من النعم الكبيرة أن جعلنا أولا من أمته صلى الله عليه وسلم. فتخيل لو أنك كنت من الأمم السابقة، من أمم الأنبياء السابقين، فقد لا تدركك هذه الفضائل والرحمات المفتوحة. فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم وجودا في الدنيا، آخر أمة تكون قبل قيام الساعة، ليس بعده نبي، لكنها أول أمة تدخل الجنة، وأكثر أمة من أهل الجنة، فإنهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة، يعني شيء عظيم جدا أن تكون الأمم كلها ثلاث أرباع وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم ربع أهل الجنة. فقال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. فقال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ فأنتم شطرها. سبحان الله، يعني نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة المرحومة التي قال الله عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. سبحان الله، بعد أن فضل بني إسرائيل كان يقول عنهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وإذا به سبحانه وتعالى ينتزع منهم هذه الأفضلية والخلافة وتتابع النبوات فيهم، أنبياء كثر جدا فيهم، حتى أتى عيسى عليه السلام فآذوه وأرادوا أن يقتلوه، ولم يتمسكوا بما جاء، بل حرفوا الكتب وقتلوا ابن خالته يحيى وقتلوا والده زكريا، فقتلوا الأنبياء وحرفوا آيات الله سبحانه وتعالى ولعبوا بها وسبوا رب العالمين وانتقصوا منه، فلم يكونوا أهلا لهذا الاستخلاف، فانتزع الله منهم هذه الخيرية وجعلها في هذه الأمة. لذلك حقد علينا اليهود وحسدونا، كيف تكون هذه الخلافة أن تنزع من بني إسرائيل ثم تجعل في هذه الأمة؟ فلم يؤمنوا، بالرغم من أنهم
يعرفون أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فهذه نعمة كبرى، لو أن الإنسان يريد أن يشكرها فقدم حياته كلها، ماله ونفسه وحياته ودقائقه وثوانيه كلها لأجل شكر هذه النعمة، لا يمكن أن يشكرها. هو أن جعل من هذه الأمة المرحومة. يكفي أن فيها خصائص كثيرة، بعض العلماء يقول حتى ليلة القدر هذه، هل كانت في الأمم السابقة؟ في خلاف بين العلماء، يعني حتى هذه ليلة القدر أقرب شيء. وخذ يعني لو تعد من هنا إلى أن يصعب عليك الحصر أن تعد فضائل وخصائص هذه الأمة، فأن تجعل من أمة أعمارها قصيرة وأجالها محدودة. الأمم السابقة يعيشون فترات زمنية طويلة بالقرون، يمتد أعمار بعضهم إلى فوق 1000 سنة، ونحن أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، ولكن أجور مضاعفة، تقوم ليلة واحدة فتحسب لك 83 سنة وزيادة كأنك تعبد الله. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم تأمل رحمته صلى الله عليه وسلم فشفاعته لأمته يوم القيامة، فلا يطمئن ولا يرتاح حتى يشفع ليس للصالحين بل لأهل الكبائر، للزناة والسراق والقتلة والمجرمين من أمته الذين فرطوا وعملوا بالمعاصي وارتكبوا وخالفوا أمر الله وابتعدوا عن ربهم، يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم ويجتهد ويحاول أن أمته كلهم يدخلون الجنة، يجتهد في هذا ويود لو حصل هذا، بل كان يبكي ويتأثر لبعد الناس عن الدين، فكان يرى إعراض المشركين بالرغم من أنهم يؤذونه ويسبونه ويريدون قتله ويتآمرون عليه ويطردونه من بلده، وهو يحن عليهم ويود لو أنهم ماتوا على الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهداة، سبحان الله، أرسله الله رحمة. ونحن نعلم قطعا أن الله عز وجل قد اختار هؤلاء الأنبياء وجعلهم أبر الناس وأطهرهم قلوبهم وأرحمهم بهذه الأمم. يعني لو أنك يعني جربت أنت الناس فذهبت إلى هؤلاء الكفار تدعوهم إلى الله فآذوك وضربوك، يعني قد ما تترك مجلس إلا وتسبهم فيه وتدعو عليهم وتلعنهم، وتود لو أنهم ما يأتي غدا إلا وخسفت بهم الأرض وزلزلت بهم وانطبقت عليهم الجبال أو يغرقهم البحر، لأجل أنهم قد يكون ضربوك لأنك دعوتهم إلى الله. نوح عليه السلام 950 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى الله، لم ييأس، سبحان الله. تخيلوا يا أخوة، يعني أنت قد تدعو إلى الله مرة مرتين في حياتك، 20 30 مرة، 950 سنة، ولم يكن يتكاسل أو يرتاح أو يأخذ إجازة أو يتوقف. ربي إني دعوتهم جهارا ليلا ونهارا سرا وجهارا، يدعوهم في متفرقين وجماعات، يغشاهم في مجالس، ما يترك كل وسائل الدعوة. ولا نظن يا أيها الإخوة، لا نظن أن الأنبياء هم أقل الناس في التأثير في القلوب، أبدا، يؤتيهم الله أصواتا حسنة بآياتهم، فهم أجمل الناس أصواتا بالقرآن، وهم أجمل الناس خلقة، وهم أجمل الناس تعاملا مع الناس. لا يمكن أن يكون هناك أعظم خلقا وأحسن خلقا من هؤلاء الأنبياء، فإن الله يرسلهم على أكمل الخلق، على أكمل خلقة البشرية، ويرسلهم يعني برحمة واسعة لهؤلاء الناس. نوح عليه السلام كانوا يأخذونه فيلفونه في جلد فيضربونه فيقوم يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ومع هذا، حتى نعلم هذه الرحمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنذرنا الدجال قال وما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، حتى نوح عليه السلام قد أنذر أمته الدجال بالرغم من أنه سيأتي في آخر الزمان، لكن ما يتركون شيء من الخير أو الشر إلا بينوه للناس، ما يتركون شيء، ينصحون للأمم كلها. فنوح عليه السلام تعب وأوذي حتى أنه في آخر حياته قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لماذا؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. كلما ولد جيل يوصي الذي بعده، يوصيه الذي قبله، فيقول يا بني انتبه، هذا نوح كذا كذا، هذا مجنون، هذا ساحر، هذا يغويك، هذا يضلك، هذا
فأصبحوا الأولاد يتفرقون عنه، فكلما أتى جيل ودعاهم إلى الله ينقرض هذا الجيل وهم لم يؤمنوا، حتى طال به عليه السلام هذا الأمر، فأمره الله بصنع السفينة، فصنع هذه السفينة وكانوا يمرون به فيسخرون. تصنع سفينة في عرض الجبل، مجنون أنت؟ فقال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، اصبروا وسترون. ومع ذلك أيها الإخوة، بعد هذا كله ومع ذلك يقول الله عز وجل: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني يا نوح إذا رأيت البلاء قد نزل والطوفان بدأ والماء بدأ يتكاثر في الأرض، فلا ترفع يديك وتسألني أن يتوقف هذا العذاب، فإنهم مغرقون. فإذا وقع العذاب فلا يمكن أن يرفع أبدا. قال العلماء: هذا يدل على أن الله عز وجل يعني قد امتلأت الرحمة بقلب نوح، فهو حتى بعد أن يشاهدهم قد تأخذ الرحمة فيدعو لهم ويريد أنهم يسلمون من هذا العذاب. سبحان الله، هذا من رحمته عليه السلام. أقول: هؤلاء الأنبياء أطهر الناس قلوبا وأعظمهم رحمة محمد صلى الله عليه وسلم، رحمة حتى الأشجار وحتى الحيوانات، فكيف بالبشر هؤلاء؟ لم يكن يؤذي أحدا أبدا، لم يضرب بيده أحدا أبدا، ما مد يده على أحد فضربه، ما لا يحصل هذا. أنس بن مالك كان عمره 10 سنوات، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه كل يوم، فيقول: كنت يعني ولد يلعب مع الصبيان، فكان يرسله يقول: اذهب إلى المكان الفلاني، فينشغل أنس يجد الصبيان في الطريق فيلعب معهم ويترك ينسى الأمر أو يتناساه. يقول: فما ضربني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة. يأتي أحيانا: لم تذهب يا أنيس؟ ثم يعني يربت على رأسه ويذهب، ما يؤذيه أبدا ولا يمكن أن يؤذي أحدا أبدا، وهو أطهر الناس وأحسنهم خلقا. بل حتى اليهود، أحد اليهود أراد أن يجرب يعني أخلاقه، يقرأ في التوراة عندهم أن هذا النبي لا يمكن أن يغضب، وصفاته الكثيرة وصفاته الخلقية، فيريد أن يتأكد منها، فأتى لإيذائي فقال: يا محمد، أنت أعطيتك الدين في اليوم الفلاني فلم تؤدي، فجره بردائه ورداءه خشن حتى أثر في يعني كاد الدم أن يخرج، أصبح هنا محمر أمام الصحابة، أبو بكر وعمر موجودين، يعني أنت تهين الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، نحن عمر يعني الشيطان يفر منه، تتزلزل الأرض أمام عمر، يفعل بالرسول أمامه هكذا. فلم يتمالك نفسه عمر فقال: أضرب عنقه يا رسول الله، هذا يستحق الموت، هذا يؤذيك أمامنا؟ يعني ما هذه الجرأة؟ يهودي نجس يأتي يفعل هذا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه. فتبسم له وأعطاه ما يريد، بالرغم من أن هذا اليهودي يكذب، فاعتذر هذا اليهودي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا رسول الله إنما فعلت هذا لأني كنت أقرأ أنك لا تغضب. سبحان الله، يعني هذه الرحمة المطلقة وهذا القلب الرحيم. مرة كان يصلي طول الليل وكان يردد قول عيسى عليه السلام، وعيسى يوم القيامة له مع ربه، هؤلاء النصارى ينافسون المسلمين وقد يكون أكثر من المسلمين، الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت يملؤون الأرض، قد يكونون أكثر من المسلمين 1.5 مليار أو زيادة من هؤلاء النصارى، كلهم يتبرأ منهم عيسى عليه السلام يوم القيامة. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت قلت لهم هذا، هم يعبدونك. قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يتبرأ منهم عيسى عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول: ربي أمتي أمتي، لا يسأل كما سأل عيسى، يقول: يا ربي لا أريدك أن تهلكهم أو تعذبهم، ربي أمتي أمتي، أسألك أن تغفر لأمتي. طول الليل وهو يبكي، ما يضره صلى الله عليه وسلم، هو غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، هو يوم القيامة في أعلى عليين، فما يضره لو أن الناس كلهم دخلوا النار، ما يضره هذا، ولا ينقص من قدره عند الله، لكنها شفقة ورحمة وحرص على هداية الناس.
أذكر بعض المعجزات، قد يعني نكمل الكلام في محاضرة أخرى، لكن أذكر بعض فضائله صلى الله عليه وسلم، منها هذه الكرامات أو المعجزات، المعجزات النبوية التي أتاه الله، حتى قال العلماء: ما من معجزة لنبي إلا وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها أو أعظم منها، وما من بلاء تعرض له نبي إلا وقد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمثله أو لأكبر منه. عجيب يعني، سبحان الله. وهذا أيضا يدل على فضله. فكل المعجزات التي أتاها الأنبياء، لأن الناس يظنون أن إذا أتوا لمعجزات الأنبياء فيأتون عصا موسى وفلق البحر وحراق النار إبراهيم، ثم يقول الله كوني بردا وسلاما، وطوفان نوح وغيره، ناقة صالح، فيقول ليس هناك معجزة إلا القرآن. نقول لا، المعجزات كثيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أعظم من معجزات الأنبياء، وأعظمها القرآن. نعم القرآن، فكل معجزات الأنبياء قد انتهت إلا هذا القرآن. سبحان الله، هو كلام الله الذي تكلم به هو يصيرنا الآن حرفا حرفا. هذه معجزة خالدة يتحدى به الناس، تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يستطيعوا، فتحداهم بأن يأتوا بمثل 10 سور منهم مفتريات فلم يستطيعوا، فتحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة، ولا زال التحدي قائما إلى قيام الساعة، لا يستطيع أحد. ولا تظنوا أيها الإخوة أن العرب يعني لو وجدوا طريقا لأن يتحدوا هذا القرآن لما ترددوا. أبو جهل تظن أنه يستحي مثلا، أو أنه يعني تردد في هذا الأمر؟ هو لو يستطيع أن يتحدى ويصنع صورة أفضل من مما في القرآن، ولو صورة قصيرة 3 أو 4 آيات، لا يتردد. وهم أفصح الناس فصاحة، كانوا يتبارون بالفصاحة، ومع ذلك ما تجرأ منهم أحد أبدا. يعرفون قدرهم، ويأتي في آخر الزمان بعد 1400 سنة وناس فيكتبون القرآن جديد، يتحدون القرآن جهلة. قد بعضهم قد يكون لو سألناه أعرف هذه الجملة، ما الفاعل وما المفعول، يمكن ما يعرف، ثم يتحدى بلاغة هذا القرآن الذي ما استطاع أقحاح العرب وفصحاؤهم أن يتحدوا، أن يأتوا بسورة مثله، فتحداهم الله. هذا يدل على النبوة. نعم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من تلقاء نفسه لما استطاع، هو لم يكن شاعرا، ولم يكن يتربى مع البلغاء، ولم يكن يأخذ دروس في البلاغة والفصاحة، ما كان يأخذ هذا أبدا، وإنما هذا يدل على أنه نبي، وأن هذا الكلام الذي أتى به ليس من عند نفسه. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. ما تعلمت هذا، ما تعلمت ما عند اليهود والنصارى، ولم تدرس، بل ولا حتى تعرف القراءة ولا الكتابة. ما كان يكتب حرفا واحدا صلى الله عليه وسلم، ولا كان يعرف ينظم بيت شعر واحد، بل أنه حتى أحيانا كان إذا ذكروا عنده بيت شعر يأتي يردد هذا البيت فيكسره، لا يستطيع. حماية من الله له: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أقول من هذه المعجزات، إذا كان قد موسى عليه السلام أو الأنبياء عموما من فضائه صلى الله عليه وسلم أنه ينادى في القرآن: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لم يكن ينادى يا محمد ولا مرة واحدة في القرآن. هذا يدل على إكرام الله له، كرامة عظيمة جدا، أنه وهو الله سبحانه وتعالى لا يناديه يا محمد باسمه المباشر، وإنما يقول في كل القرآن: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وكل الأنبياء والمرسلين يناديهم: يا موسى، يا آدم، يا عيسى، يا إبراهيم، في كل القرآن بهذا الشكل. هذا تفضيل له ورفع لمقامه صلى الله عليه وسلم. من المعجزات التي يعني تذكر، إذا كان يعني قد صالح عليه السلام قد أخرج الناقة فدعا الله فخرجت من الصخرة، فقد حصل شبيها لهذا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد أتاه الجمل أو البعير يشتكي، يقول أحد الأنصار: دخلنا حائطا لرجل بستان وكان فيه بعير أو جمل، فأتى هذا الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكى هذا الجمل، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ذفراه، مسح وجهه، وكان كأنه يكلمه، فقال: من صاحب هذا الجمل؟ فقالوا: فلان. قال: أنا يا رسول الله. قال: اتق الله، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. سبحان الله، حتى الجمل يعرف النبي صلى الله عليه وسلم،
جابر رضي الله عنه مرة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء فأراد أن يقضي حاجته فقال أدعو لي تلك الشجرة، فذهب يدعو فقالوا فشقت الأرض شقا حتى أتت، يقول ائت بها، فأتى بها كأنها إنسان يمشي تمشي معه حتى أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة، كان يمشي في طريقه فيسمع هذا يقول السلام عليك يا رسول الله، يسلم عليه هذا الحجر. كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام، يأكلون الطعام أحيانا، في أحيان يسمعون الطعام يسبح. كان يخطب على منبر ومعروف القصة، فصنع له أحد الأنصار كان نجارا، فصنع له منبرا من 3 درجات لأنه كان يخطب على جذع نخلة، جذع مقطوع النخلة، فصنع له منبر أجمل منه وأحسن. فلما صعد عليه يخطب لأول مرة والجذع موجود بكى هذا الجذع، جذع مقطوع ميت مقصوص جذع نخلة، وإذا به يبكي والصحابة يستغربون، الصوت يخرج من هذا الجذع مثل بكاء الطفل يصيح، سبحان الله منظر مهيل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وأصبح يربت عليه. يقول العلماء لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكته لحن إلى يوم القيامة، ما أحد يستطيع أن يسكت هذا الجذع. إذا كانت هذه الجذوع خشب ميت يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتاق إليه لأنه كان يخطب عليه فبكى هذا الجذع، ألا تحن قلوب المؤمنين الذين هو صلى الله عليه وسلم يكون سببا في دخولنا الجنة والذي سبب في سعادتنا الأبدية، ألا تحن قلوبنا إليه وإلى رؤيته؟ أسأل الله عز وجل أن يمن علينا يوم القيامة برؤيته والجلوس إليه، فإنها نعمة عظيمة كل إنسان يتمنى ويدعو الله دائما. ندعو الله أن نرى ربنا يوم القيامة وأن نرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن نرى الأنبياء، هذه من متع الجنة، ترى الأنبياء يوسف وإبراهيم وموسى وعيسى وتقابل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان، سبحان الله. إنما هي لحظات يقطع الإنسان، يصوم أياما ويصلي فروضا ويقطع هذه الدنيا، فمجرد أن يأتي الموت يرى هذه الأمور كلها، وأعظم ما يراه رؤية الله سبحانه وتعالى. يتمنى الإنسان كم الحرمان الذي يتعرض له الكفار عندما يحرمون من رؤية الله، تخيل هذا الجمال الذي في الوجود كله هو صنع الله سبحانه وتعالى، كيف بالخلق سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى، فيرونه يوم القيامة ويكون أعظم نعيم لأهل الجنة وأعظم منزلة من يراه في اليوم مرتين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. أيضا إذا كان إبراهيم عليه السلام قد ألقي في النار، والقصة معروفة مشهورة لا نطيب ذكرها، ألقي في النار فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فقد حصل هذا لبعض أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس للصحابة وإنما للتابعين. قال العلماء إذا كان هذه المعجزة تحصل لواحد من الأتباع وليس للنبي نفسه فهذا يدل على مزيد إكرام، ليس للنبي شخصي وذاتي وإنما لواحد من أتباعه. حصلت هذه القصة تعرفون لمن؟ مثل قصة إبراهيم، أحد يعرف؟ أحد التابعين مشهور جدا، تعرف؟ لا، ها، اسمه أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني في اليمن. ادعى رجلان النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، ادعى مسيلم الكذاب وقتل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في معركة اليمامة، وادعى رجل آخر اسمه الأسود العنسي، الأسود العنسي ادعى النبوة في اليمن وأيضا قتل بعد موت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأيام بسيطة قتل هذا الرجل. أقصد أنه هذا التابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقابله، المهم أنه كان يكذب هذا الرجل فيقول أنت كذاب أنت تدعي النبوة، فأخذه وأجج له نارا، يعرف أنه عالم وأنه لو عذبه قد الناس كلهم يرجعون يخافون فيقولون الأسود العنسي هذا نبي، فأخذه فرماه في هذه النار، نار عظيمة، فخرج منها لم تضره شيء سبحان الله. فلما أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة قام إليه عمر وقبل رأسه وقال الحمد لله الذي أراني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كإبراهيم، سبحان الله، هذا الواحد من أتباعه. إذا كان موسى عليه السلام قد فلق البحر فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فقد حصل أعظم منه لنبينا صلى الله عليه وسلم،
فقد رفع يديه فدعا الله فانشق القمر، وليس البحر، الكوكب كامل قمر ينشق فلقتين، واحدة في الشرق واحدة في الغرب، سبحان الله. بل ويأتي أيضا من أتباعه من الصحابة رضي الله عنهم من يمشي على الماء، ليس ينشق البحر فيمشي عليه، يمشي على نفس الماء فيكون كالأرض، كأنه أرض عزاز شديدة يمشي عليها. وقد حصل هذا لأكثر من واحد من الصحابة، حصل لسعد بن أبي وقاص في فتح بلاد فارس، مرة كانوا يقاتلون الفرس فهربوا منهم وكان بينهم نهر، فقطعوا هذا الجسر، الفرس خائفين أن يلحقوا المسلمين فقطعوا الجسر حتى لا يلحقهم، فأصبح الآن يحول بينهم الماء مشكلة، فسيذهب الفرس وسيستعدون قوتهم ويرتبون صفوفهم وتأتي القوات والمدد، فيصبح مشكلة كبيرة على المسلمين. ما الحل؟ سبحان الله. قال سعد بن أبي وقاص: نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهبنا جهادا في سبيل الله، إعلاء لكلمة الله، خوضوا هذا البحر بسم الله. فخاضوا البحر فكانوا يمشون عليه كأنه تراب، ولا الفرس ينظرون منظر غريب، يعني قالوا: أنتم لا تقاتلون إنس، هؤلاء جن ليسوا إنسا، يمشون على الماء. كانوا يقولون حكما في السير: ديوان ديوان، أي مجانين مجانين. فوصلوا إليهم وقتلوا هؤلاء الفرس. وحصلت مثل هذه القصة في فتح بلاد البحرين للعلاء بن الحضرمي أحد الصحابة، أيضا مثل هذه القصة مشى على الماء. هذا يدل كله على إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وإعظام لأتباعه. إذا كان أتباعه إذا تبعوا القرآن والسنة فتح الله على أيديهم وجعل لهم كرامات كأنها معجزات الأنبياء، فهذا يدل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان إبراهيم عليه السلام قد كسر الأصنام ويعني كسرها بيده، فقد كسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام حول الكعبة 360 صنما، كان لا يشير إلى واحد منها إلا تكسر وتهدم، وكان يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذا كان النبي إذا كان الأنبياء قد تعرضوا للأذى، فقد يعقوب عليه السلام، فقد ابنه يوسف سنين طوالا، فقد مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينعم بالأولاد، لم يأتي ولد فيكبر ويصبح يعني بعده شاب أو لا، وإنما تزوج نساء كثيرات ولم يولد له إلا إبراهيم، وقيل الطاهر أو عبد الله أو القاسم، ومات وهم صغار، وإبراهيم هو الذي يعني كبر قليلا فمات بعد سنة ونصف تقريبا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له ضئران، أي حوريتان في الجنة، تكملان رضاعه، يعني يكمل رضاعه في الجنة. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على فقده، ولذلك تعرض للأذى كما تعرض غيره من الأنبياء. بل كان عنده أربع من البنات، توفي ثلاثة منهم في حياته، في حياة رقية وأم كلثوم وزينب، توفوا وهو لا زال حيا. إذا كان يعني موسى عليه السلام قد أوتي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا بكثير. إذا كان موسى عليه السلام يخرج يده فتخرج بيضاء من غير سوء، فقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤتون نورا، حصل هذا لأسيد بن الحضير وعباد بن بشر والطفيل بن عمرو الدوسي وغيرهم، كلهم كان أحيانا يأتي النور فيكون في يده أو في صوته نور، هكذا يمشي في الليل يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب وفي يده نور أمام الناس وهم ينظرون. هذا يعني كما حصل لبقية الأنبياء. إذا كان أحد الأنبياء، وهي من الآيات المعجزات العجيبة، دعا الله فوقفت الشمس، من هو تعرفون الذي دعا الله فتوقفت الشمس؟ كانت تريد أن تغرب، أشرفت على الغروب فتوقفت الشمس، لمن؟ ليوشع ابن نون، هذا فتى موسى الذي في سورة الكهف، كان فتى موسى إذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. كان هو لما كبر بعد موت موسى عليه السلام صار نبيا، فلما أراد أن يفتح بيت المقدس كادت الشمس أن تغرب، فدعا الله أن لا تغرب الشمس حتى يفتح الله عليه، فقال: إنك مأمورة وأنت، ويخاطب الشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فتوقفت الشمس حتى فتح بيت المقدس، هذا يوشع بن نون، فلم تتوقف الشمس أبدا إلا لهذا النبي عليه السلام. إذا كان هذا قد توقفت له الشمس، فقد
النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف القمر وإنما شقه شقا. سبحان الله، يعني معجزات أعظم من معجزات الأنبياء الباقين. إذا كان داود عليه السلام قد ألين له الحديد وألنا له الحديد، فكان الحديد معه كأنه شيء لين جدا يصربه كيف ما شاء، أتاه الله هذه المعجزة الباهرة العظيمة. فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، أتوا في معركة الخندق إلى صخرة عظيمة، ليس حديد، صخر، الحديد قد يلين مع النار، صخرة عظيمة جدا، وكان الصحابة يحاولون فيها وكانت شديدة جدا ولم يستطيعوا أن يفعلوا لها شيئا. والوقت يمضي والأحزاب قادمون الآن، والخندق لابد أن ينتهي خلال فترة وجيزة، وهم في برد شديد وجوع شديد، وكانوا يربطون الحجارة على بطونهم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فضربها ضربة، أخذ الفأس فضربها فانفلقت الثلث الأول، فرأوا الصحابة مثل البرق، فقال الله أكبر، أريت قصور بصرة. ثم ضرب الضربة الثانية فانفلق الثلث، فقال الله أكبر، أريت قصور فارس. ثم ضرب الثالثة فانكسرت الصخرة كلها، فقال الله أكبر، أريت قصور اليمن. سبحان الله يا جماعة، أختم بهذه القصة حتى بس نتأمل، نترك الباقي في المحاضرة القادمة، لكن حتى نتأمل الموضوع ليس باليسير السهل. في معركة الخندق كان أذى شديد على المسلمين، وذكر الله في القرآن، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يقول الله، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يعني كان رعب شديد وخوف شديد جدا على المسلمين، وذلك أن الأحزاب أتوا بأعداد هائلة لم يتعودوا. إذا كانوا في بدر أتوا 700 مشرك أو في أحد 1000، فقد هؤلاء 12,000، والصحابة كلهم في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 3,000، عدد قليل. وهؤلاء آتين إلى ديارهم سيستبيحون دماءهم وسينهونهم تماما، ولم يستعدوا لهم وفاجأوهم. فكان في لكنه مدد إلهي من الله سبحانه وتعالى. حتى نتصور الموضوع أيضا أكثر، اليهود داخل المدينة أعداؤهم هم الذين أتوا بالأحزاب داخل المدينة، والمنافقون كثر أيضا، يعني بين الصحابة أنفسهم أيضا منافقون. سبحان الله. ويصور المعركة هذه حذيفة رضي الله عنه، يقول كنا في ليلة باردة والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، فكان يعني يعطينا الأخبار ماذا حصل الليلة بعد أن وصل المشركون، فيقول من يأتينا بخبر القوم؟ أريد رجل ينتدب نفسه فيذهب جاسوسا حتى يعطينا أخبارهم ماذا يريد، ماذا سيفعلون، لأن الخندق أمامهم، أبو سفيان ما يدري ماذا يصنع، الحيلة قد انقطعت بهم، وهم الوقت يمشي والبرد شديد والرياح عاتية، والقدور كلما وضعوا قدر انكفأ القدر من شدة الرياح وتقتلع خيامهم، كان أذى شديد جدا على الكفار، أرسل الله عليهم هذه الريح آذتهم. فالرسول يريد أن ينظر ماذا سيصنعون، فقال رجل يا جماعة نحن هل نشك في حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يفدونه بأرواحهم، نحن نعرف في معركة أحد يعني بعضهم كان يترس نفسه ويضع نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، السيوف تأتي في ظهري يضرب والرماح يسيل دم، لا يمكن أن الرسول يشاك بشوكة واحدة، ما يرضون هذا الصحابة. طلحة رضي الله عنه يقول كنا 12 فردا حول النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون قد أتوا إليه في معركة أحد، رأوه فكانت فرصة غنيمة الآن، لو قتل خلاص انتهى الموضوع، فكانوا يبحثون عنه، فلما وجدوه أتوا إليه المشركين من كل ناحية، والصحابة هؤلاء حوله، فكان الرسول يذهب إلى طرف الجبل يصعد والصحابة يحمونه، فقال من يرد عن القوم؟ فيقول طلحة أنا يا رسول الله، قال لا أنت لا، فيذهب رجل آخر فيقاتلهم يؤخرهم قليلا حتى يقتل، ثم يأتي الثاني فيقاتلهم ويؤخرهم حتى لم يبقى إلا طلحة لوحده، فلو قتل طلحة الآن أمام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ممكن يقتل في أي لحظة، لن يستطيع أن يدافع عن نفسه أمام هؤلاء كلهم، والله عز وجل له الحكمة، ولو شاء الله أن يقتل لقتل. سبحان الله. يقول طلحة، يقول الصحابة فقاتل طلحة قتال 12 رجلا كلهم، يحاول أن لا يقتل، هو لو قتل شهيد في سبيل الله، لكن الآن وراءه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يجتهد أن لا يقتل، فضرب بالسيف حتى شلت يمينه، يعني صارت ماتت يمينه خلاص، ما أصبحت معطلة من قوة الضرب الذي ضرب به، حتى كان أبو بكر رضي الله عنه ذكر يوم أحد قال ذلك يوم كله لطلحة، إذا سئل من أعظم من قدم تضحية في معركة أحد هو طلحة رضي الله عنه، اجتهد اجتهادا عظيما
ولم يستطيعوا قتله ففدى النبي صلى الله عليه وسلم بروحه. فلا لا نظن أنهم يتأخرون عن أمر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يحبونه حبا عظيما. حتى واحد من التابعين يقول لحذيفة، يقول أنتم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معكم هكذا؟ لو كان عندنا لحملناه على الأكتاف، ما نجعله يمشي على الأرض، يعني من حبنا له. قال أنتم تقولون هذا في وقت السعة، الآن أنت مرتاح، مرتاح البال، لو عشت معنا ورأيت المعارك والتعب ما قلت هذا. فحكى له قصة الخندق هذه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم جالس معنا ثم يقول من يأتينا بخير القوم، ولا أحد يتكلم. يقول من يذهب؟ ما في أحد. أبو بكر وعمر والصحابة موجودين. حتى تعلموا يا جماعة مقدار الخوف والرعب والأذى والجوع والعطش، سبحان الله. حتى يقول حذيفة ما كان أحد منا يعني إذا قضى حاجته يخاف جدا وهو يقضي حاجته، اليهود حوله، النساء حصروهم في الحصون، حتى أتى بعض اليهود يؤذونهم، يريدون نساء المسلمين. فخرجت صفية رضي الله عنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ربت أولادها خير تربية الزبير بن العوام ثم حفيدها عبد الله بن الزبير، فكانوا في الفتوحات الإسلامية لهم يعني من الشجاعة أمر عظيم جدا، كانوا يقاتلون بسيفين، وكان لهم القصص المشهورة العجيبة. فأتت إلى هذا اليهودي فاحتزت رأسه ثم رمته لليهود حتى تريهم، فلم يعني يتجرأوا بعدها على الاقتراب من هذا الحصن. فأقصد أن حذيفة يقول كان أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته، يخاف جدا أن يذهب خلف هذا الشجر حتى يقضي حاجته من شدة الرعب والخوف الذي كانوا فيه. وقد صور القرآن هذا وزلزلوا زلزالا شديدا وبلغت القلوب تظنون بالله الظنون، سبحان الله. وحتى المنافقين يقولون هذا محمد، خلاص الآن سيأكلونكم الكفار، انتهى كل شيء خلاص. المنافقون يخذلون اليهود هنا والمشركين، هي لحظات ثم تنتهون يعني. فكان رعب شديد جدا. يقول حذيفة فقال من يأتي بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة، سبحان الله. بعدها يحتاج تردد هذا، يعني اللي يقتل الإنسان يدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقم أحد. فقال من يأتيني بخبر القوم، فلم يقم أحد. فقال قم يا حذيفة. اختار حذيفة الآن. يقول حذيفة الله المستعان هذا البلاء يعني، بس ما يستطيع، يقول لا يا رسول الله أنا ما أقوم، اختر غيري، خلاص ما في حل يعني. فاستعان بالله وقام. يقول فما هو إلا أن قمت وخرجت من المعسكر حتى ذهب كل ما أجد، كل الخوف الذي في قلبي زال، ولا أحس بالبرد، برد شديد جدا ولا كأنه في برد أصلا. ثم ذهب إلى وسط القريش، وسط الكفار، وكان يسمع أبو سفيان وهو يتكلم. يقول كنت أراه وجهه في النار، النار حوله، وأراه هو يكلم قريش. أبو سفيان ذكي، أحس أنه أكيد أنه في استخبارات يرسلهم يعني. فقال كل إنسان يتأكد من جليسه لأنه سيتكلم بكلام خطير الآن. فيقول كل واحد ينظر من حوله. يقول حذيفة فأسقط في يدي الآن، مشكلة الآن، ما الحل؟ فكان سريع البديهة ذكي، فأمسك من يمينه قال من أنت؟ قال أنا فلان. قالوا من أنت؟ قال أنا فلان. قال خلاص الحمد لله يعني انتهت المشكلة. طيب لم يسألوهم، هو فاجأهم فباغتهم بالسؤال وانتهى، لو سألوه لقتلوه، لو عرفوا أنه هو جاسوس لقتلوه. يقول وكان أبو سفيان قريب مني، لو أردت أن أثبته لو أثبته، الرمح في يدي لو أريد أن أرميه لقتلته، لكن تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصنع شيئا، ائتي بالخبر ولا تسوي أي مشكلة، فقط خذ الأخبار وتعال. ثم أخبرهم أبو سفيان أنه راحل، وأنه لا يمكن أن يستقر الوضع بهذا الشكل، يعني كل يوم ينحرون 10 من الجمال، والقدور تنكفئ، والرياح شديدة جدا، والخيام لا تقر لهم، تأذوا أذى شديد، وأرسل الله عليهم الجنود الملائكة تؤذيهم، الرياح الشديدة العاتية، فكانت من آيات الله العظيمة. ثم يعني ذهب هؤلاء. يقول حذيفة فما فعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدته يصلي وبعض الصحابة نيام، فأتيت فاضطجعت من التعب، ساهر طول الليل، فأتى فاضطجع بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فرمى عليه رداءه ثم أقامه بعدها، فقال قم يا نومان، قم يا نومان. فكانت هذه من يعني التي يفرح بها حذيفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناداني يا نومان، يعني يريد أن يخبره بالأخبار التي أتى بها. هذا ما حبيت ذكره في هذه الدقائق القليلة البسيطة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.